واش بتبوتك في الحانوت راني جايز لك دوكا كيف راك في السبيطار منني نسمع في التلفزيون عمو يزيد ودير حالة عندك اخرج يرحم بابك راني شعر نايت فيه شويه بنادم وعندي عرس اليوم يا ودي لا منحفش عنده المره اللي فاتت حفت عنده رحت للدار عم بالهم درت اكسيدو خرجت قاع دم من عنده يا روح خويا روح يرحم لك في الشيخ روح حفف لي خفيف وراه ميني اورز ليتر لا نحف عند بتبوته وجاي يا فريد ريح خلينا نروحوا يا خويا والله حفليك ما موالف بتبوته وشنو من فوق ما تنقصليش بزاف صح كاينه حاجه فريد هذا اللي حفلك هردك تراسلك تراساج قاع معوج صحفت عندك خطره تاليه عندي مالا مضو صاحبي انا قلت للنقطه يشرينا اللومبات شراهم قواره ولا نقول لك حفليك ما هذاك لو في التصويره لا فريد ما تحمش بزياده يا خويا عم بالك صح نحفو هكا ياك هذو نهفو بيهم بار وديجات طولي ويا ربي لا خرجك هكا A few moments later. أبط راسك فريد أني نخدم أفومبرا سألك طبع لا رقبتي مخدومة بالعجينة فمي حيدخل داخل صدري يا خويا ويرحم بابك وشك تشوف في المرايا يا كناني نحفف له أي ولا بس أسمع بصحة راسي لي باتشوكا يا خويا كمخليهم كاري زيت راسي لي اللحية ولي موستاش لي فضوك الرجليهم لك بصح وش من اللحية يا فريد تا عندك ريش الحرام بالميكروسكوب وما يبانوش أكتشو الهضرة عيانة تا حقرونا كي ما عندناش اللحية معليش اضربها بالله بتعاود تكبر ليهلي خلاص فريد خلصني ونوض عليا وما كان لازم تعيط لي في التليفون يرحم بابك مش حابس نعيا بتبوته غدوكش من نافيكي نطيلك لك والله ما عندي كيفاه كيدي صايح حبسنا احنا تاني غادي لبنوه احنا واحد مش فينا